في الفيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي تبقى روش. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اللي اول مرة يتابعني، السلسلة دي اسمها ازاي، هنتكلم عن ازاي تعمل فيها حاجات كتيرة قوي في حياتك ان شاء الله هتنفعك. فتأكد ان انت عامل سبسكرايب في اليوتيوب وتدخل على البيج بتاعت صفحة الفيسبوك، تعمل لايك للبيج بتاعتنا، ويلا بينا نبتدي. ازاي تبقى روش؟ انا مش جاي اقول لك النهارده علشان تبقى روش لازم تشرب السيجاره بالراحه، ولازم تتقل على الناس، ولازم لما تيجي حد يكلمك ما تردش عليه ما تبصلوش، ولازم تلبس لبس من براندات عاليه جدا. الكلام ده فاكس جدا. انت ممكن تبقى روش من غير ما تجيب لبس غالي. انت مش لازم تجيب لبس من براندات عاليه علشان تبقى روش. بس مش معنى كده عشان تبقى روش لازم تلبس لبس مش متناسق مع بعضه ومكرمش ونازل كده حالتك مبهدله. انت ممكن بشويه اللبس اللي عندك بتنسيق بس في الالوان تبقى روش طحن. يعني نقي الالوان اللي بتليق مع بعضيها والبسها، مش تلبس مثلا حاجه صفرة مع حاجه سودة مع حاجه خضراء، انت كده مش روش. تاني حاجه، اللامبالاه والتقل دي مش روشانه خالص. انت ممكن تبقى روش طحن بس ما عندكش لامبالاه ومش تقيل في الرد. الروشانه بطريقه الكلام بتاعتك، ومش لازم تقل ادبك عشان قله الادب دي مش روشانه خالص. انت ممكن تبقى شاب محترم جدا وروش في نفس الوقت. تالت حاجه، شعرك. حاول تغسل شعرك وتسرحه قبل ما تنزل، ولو انت زي كده كنيش فانت ظبط شعرك برده قبل ما تنزل، والناس اللي مربيه شعرها عارفه يعني ايه تظبطه. تالت او رابع حاجه انا مش فاكر، لازم تحط بيرفيوم. وانا هنا مش بقول لك هات ريح غاليه، وعلى فكره في حاجات متركبه احسن بكتير من الجاهزه. واخر حاجه، الشتيمه. لو انت بتشتم انت كده مش روش خالص. زي ما قلت لك، انت ممكن تبقى محترم وما بتشتمش وروش في نفس الوقت. لو انت حابب كل نقطه اتكلمنا عليها في الفيديو ده نعمل عليها فيديو مستقل لوحده، يعني نعمل فيديو لوحده للبيرفيوم، نعمل فيديو لوحده عن طريقه اللبس وتناسق الالوان، ما تنساش تقول لي تحت في الكومنت. ولو لقيت تفاعل هنعمل فيديو عن الحاجات دي. ولو انت مفكر ان انا هقفل الفيديو من غير ما اقول لك تابعني على الانستجرام يبقى انت غلطان. واخر حاجه احب اقولها لكم، انك تعاكس البنات في الشارع وتقل ادبك على الناس دي برده مش روشانه خالص. انت ممكن تبقى محترم وبتحترم بنات الناس اللي ماشيه في الشارع وما بتشتمش وما بتغلطش في حد، وفي نفس الوقت انت ممكن تكون روش طحن وكل اللي يشوفك يقولك ده محترم وروش. ولو حد عنده حاجه زياده انا نسيت اقولها برده اكتبولي برده تحت في الكومنت ونساعد كلنا بعضينا. بس كده، دوسه كوتش، سلام عليكم.